زمان أبناء الظلمة، تايهين مش شايفين الدرب، لكن لما قبلنا الكلمة نور لينا سكتنا الرب، وخلعنا خلاص العتيق وتركنا أعمال الماضي، وكل منا بدون تفريق الله أصبح عنه راضي. ومفيش واحد أبداً أفضل من واحد، أحرار وعبيد ولا تفرق جنسية وملة، ده أصبح لينا فكر جديد. وطول ما إحنا نقرب ونطل من شخصه هنشابه أكتر، ده يسوع الكل وفي الكل، وصورته الحلوة فينا تظهر. هو مين؟ الكل وفي الكل، اسم من أسماء المسيح، الكل وفي الكل. يقول الكتاب: حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري أي شعب غير يوناني، سكيثي اللي هي روسيا دلوقتي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. كولوسي 3:11. يقصد هنا أنه في جسد الرب اللي هو الكنيسة مفيش فروق بين طائفة من الناس وطائفة تانية. التمييز الدنيوي ده مش لازم يكون له أي أهمية في نظر المؤمن. بالنسبة لنا إحنا المسيحيين، المسيح في الكنيسة هو الأهم وهو الأساس. المسيح هو الوحيد اللي يتعمل له كل حساب، هو كل شيء وفي كل شيء. أنا عايز هنا أوجه أنظارنا إن الله مش بيبص للإنسان كمسيحي ومسلم، كيهودي وبوذي أبدا، وهو كمان مش بينظر لنا باعتبارنا بنتبع دولة معينة أبدا، هو كمان مش بينظر لنا إن إحنا راجل وست، لأ، هو كمان بالأولى جدا مش بينظر لنا كأرثوذكسي وكاثوليكي وإنجيلي أو كخادم أو ككاهن أو كمؤمن عادي أبدا أبدا أبدا. الله ما عندوش الفروقات دي، الله بينظر لنا بطريقة مختلفة جدا. الله بيصنفك كشخص قبل عمل المسيح على الصليب عشانه واتغفرت خطيته لأنه تاب عن ابتعاده عن الرب وقبل أنه الله يكون سيد على حياته، أو أنك أنت تكون شخص تاني غير مخلص وغير تايب عن خطاياك. الله بينظر للي بيحبه وللي بيحب أنه يقعد معاه في محضره ويطيعه ويصنع مشيئته، فيسميه بار ويديه لقب ابنه. الله مش بيهتم بمركزك في الكنيسة، ولا بيهتم بسنك، ولا بيهتم بعملك في الكنيسة. الله مش بيهتم بمواهبك ولا بغناك ولا بشكلك ولا برقيك الأخلاقي ولا بتعليمك ولا بكمية اللغات اللي انت عارفها، أو إذا كنت تعرف كل لغات الكتاب المقدس أو لا، أو دارس عميق للكلمة. الله بيهتم بحاجة واحدة، إنك بتحبه شخصيا وتحب تقعد قدامه، وإنك تقرأ الكتاب عشان تقرب منه شخصيا، إنك تدرس الكتاب عشان تطيعه وتفرح قلبه، وإنك تشتاق إنك تتكلم معاه هو شخصيا كل يوم لأوقات طويلة. الله بيشتاق وبيهتم إنك تخدمه، وبإنك تدعو اللي حواليك ليه، وإنك تشتاق لامتداد ملكوته هو، مش إنك أنت تكون بتخدمه لشهرتك الشخصية، لكن بتخدمه علشان تفرح قلبه هو. المسيح اشتياقه نحو الكنيسة إننا نطيعه، وإن يكون هدفنا ذاك يزيد وأنا أنقص، فيملانا ويكون المسيح الكل وفي الكل. وقتها هيرعانا ويحمينا ويباركنا بكل بركة روحية، ويبارك أعمالنا ويستخدمنا بدل محاولاتنا العميقة إننا نخدمه بطريقتنا الضعيفة، ويبارك علاتنا ويبارك أموالنا ويبارك ممتلكاتنا وأشغالنا وذوينا، ويبارك ثمار خدمتنا، فندخل في دائرة البركة والحماية. صديقي، أسكب قلبك دلوقتي قدام المسيح اللي هو الكل وفي الكل، أطلب إنه يكون الكل وفي الكل في حياتك أنت، وهتشوف عجب في حياتك. المسيح معاك.